مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدينا الأعزاء في فلسطين المحتلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما فلسطينية الذي يأتيكم من قناة الحوار في لندن. في الجزء الأول من حلقة اليوم نتوقف عند المشهد الفلسطيني وموجز لأهم الأخبار على الساحة الفلسطينية خلال الأسبوع، ثم نحاور وزير شؤون القدس السابق السيد خالد أبو عرفة حول تطورات قضية إبعاد نواب القدس و فرص تراجع دولة الاحتلال عن هذا القرار. وفي الجزء الثاني نتناول بالتحليل قضية الأسبوع، حيث نسلط الضوء هذا الأسبوع على مستقبل الدور المصري في الوساطة بين فتح وحماس في ضوء الحملة الإعلامية الأخيرة بين الطرفين. ونستمع في الجزء الثالث والأخير مشاهدي الكرام لآرائكم وتعليقاتكم على موضوعات الحلقة وأخبارها، ونتيح المجال للحوار وتبادل الرأي عبر الهاتف المبين على الشاشة. ولكن البداية دائما مع المشهد الفلسطيني في أسبوع. وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا للشعب الإسرائيلي ردا على الحراك السياسي والضغوط التي تواجهها الحكومة بسبب تأخر الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليف. وقال نتنياهو إنه وافق على صفقة اقترحها الوسيط الألماني للإفراج عن 1000 أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح شاليف، بشرط عدم دخول من أسماهم المخربين الخطيرين إلى الضفة الغربية. وطالب نتنياهو بعدم تحويل قضية شاليط إلى قضية سياسية، مضيفا أن على الإسرائيليين الذين يحتجون على اعتقاله أن يوجهوا احتجاجهم إلى حركة حماس لا إلى الحكومة الإسرائيلية. من جهتها قالت حماس إنه لا يوجد جديد في موضوع شاليط، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل صفقة التبادل. كشفت القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة أن لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية صادقت قبل أيام على بناء 1400 غرفة فندقية قرب منطقة جبل المكبر بمدينة القدس. وجاء الكشف عن المخطط الاستيطاني الجديد قبل أسبوع من اللقاء المرتقب في البيت الأبيض بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقد اعتبرت السلطة الفلسطينية إن هذا القرار يؤكد الشك في نوايا إسرائيل تجاه عملية السلام. قال المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي إن الأوضاع في الأراضي المحتلة مهددة بالانفجار نتيجة للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية المتصاعدة. وأضاف إن تصريحات من أسماه بالعنصري ليبرمان تؤكد أن هذه الحكومة ماضية قدما في سياسة فرض الأمر الواقع متجاهلة القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. وأكد القواسمي أن الحركة لن تقف عاجزة عن الدفاع عن أرضها وشعبها أمام تلك الاستفزازات والتهديدات الإسرائيلية. قال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن المصالحة الفلسطينية فريضة شرعية وواجب مقدس، من يعرقلها أو يؤخرها فإنه آثم. وطالب الطيب الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية قادة وشعوبا بدعم كل جهد صادق للمصالحة الفلسطينية والتوقف فورا عن كل ما من شأنه إعاقتها أو تأخيرها. وشدد شيخ الأزهر على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة باعتباره مخالفا لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية، ويمثل عدوانا مستمرا وظلما صارخا يجب مواجهته دينيا وخلقيا وقانونيا. أكد مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في الضفة الغربية سلام فياض على وجود اتصالات تجري لترتيب لقاء بين فياض وبين وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك. وقال مكتب فياض إن الغرض من هذا اللقاء هو حث الإسرائيليين على الإسراع في رفع الحصار عن غزة ووقف الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية. وللتعليق على هذه الأخبار ولمصاحبتنا على مدار الحلقة يسعدني الترحيب بالسيد عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة القدس العربي اللندنية. أهلا وسهلا بكم سيد عبد الباري. سيد عبد الباري، لنبدأ بالتعليق على المشهد الفلسطيني خلال هذا الأسبوع، ونبدأ من صفقة شاليط. يبدو أن صفقة شاليط وضعت على نار حامية. نعم، يعني بنيامين نتنياهو يتعرض حاليا لضغوط كبيرة جدا، ضغوط من الداخل وضغوط من الخارج.
ضغوط من الداخل، لأن يعني كل مرة يتم الاقتراب من التوصل لاتفاق حول هذه المسألة يتراجع نتنياهو في آخر لحظة، لأنه يخضع لضغوط حلفائه في الائتلاف اليميني الليكودي الحاكم، ومرة يتذرع بأنه لن يفرج عن الناس الأيديهم حسب تعبيره يعني ملطخة بالدماء الإسرائيليين، مرة ثانية بقول لك أنه يجب إبعادهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى خارج الضفة الغربية، إلى خارج القطاع، أو إلى القطاع من الضفة إلى القطاع، وهكذا يعني دائما يجد الأعذار لنفسه. لكن يبدو هذه المرة فعلا في يعني تحريك للملف، وخاصة أن وزير ليكودي من حزب رئيس الوزراء وهو أردان قال نتنياهو مستعد لدفع ثمن باهظ جدا مقابل إتمام صفقة شاليط. هل يمكن أن تتم هذه الصفقة في وقت قريب؟ يعني في كل مرة كانت الحكومة الإسرائيلية تعرقل الوساطات كانت تقابل بصمود من قبل الطرف الآخر وحماس على وجه التحديد. يعني سياسة عض الأصابع لم تفلح مع حماس، يعني كل مرة كانت حماس لا تصرخ أولا، الإسرائيليين هم الذين يصرخون أولا، فيعني تأخير هذه يعني كلما تأخرت طيب اللي عند أهله على مهله خليهم، يعني هذا مفهوم يعني، وهذا شيء جميل حقيقة من قصة من المفاوض الحمساوي، إنه تفضل بتكوش بلاش يعني بتكوش الوساطة المصرية، طب هاي وسيط ألماني. يعني شوف هذه المسألة أنا في تقديري فيها ثلاث أمور أساسية اللي قصة شاليط. الأمر الأول أنه الوساطة المصرية اللي فرج عنه فشلت أو أصبحت مصر خارج الوساطة، وهذا يعني عيب على مصر، كان مفروض مصر أن تصر أن تكون هي الوسيط، وكانت تعتبرها هذه يعني فنائها الداخلي وليس الخارجي، فكون تخرج وتسلم الراية لوسيط ألماني هذا يعني تتحمل مسؤوليته فشل الحكومة المصرية في أن تكون الوسيط في هذه الصفة. هذه نقطة. النقطة الثانية في تقديري هي أن يعني إبداع المجموعة التي تتولى أمن شاليط لمدة 4 سنوات. يا أخي والله عباقرة، والله عباقرة. 4 سنوات لن تستطع إسرائيل اللي اخترقت القطاع واخترقت الوطن العربي واخترقت أمريكا وتجسست حتى على أمريكا تجسست، لم تستطع إسرائيل طوال 4 سنوات أن تحدد مكان جلعد شاليط. يا سيدي حتى الحكومة المصرية والأمن المصري عذب جماعة حماس وعذب الجهاد الإسلامي ويجمع معلومات، أبدا هم احتلوا القطاع عمليا، قصف للقطاع 3 أسابيع ولم يستطيعوا العثور على مكان شاليط. هل يمكن أن يكون هذا هو ما تفضلت به والسبب وراء يعني حديث كثير من الجنرالات الإسرائيليين، وزير الدفاع الأسبق، وزير الدفاع السابق، دانيا توم رئيس جهاز الموساد الأسبق أيضا، كلهم يتحدثون عن ضرورة أن يرضخ نتنياهو لمطالب حماس، لأن حماس لن تتراجع، وليس هذا فحسب، فإن الثمن إذا كان يعني غاليا الآن فسيكون أغلى بعد قليل، هكذا يقولون. نعم، أولا يعني يتوم رئيس الموساد يعرف جيدا، وآخرين وأحدهم الشين بيت مثلا مفاز ورئيس هيئة الأركان السابق الإسرائيلي، هؤلاء كل المعلومات الأمنية عندهم. إذا هم يعني لا يستطيعوا تقييم حماس وتقييم صفقة شاليط التقييم الصحيح، مين حيفهم يعني؟ أنا وأنت حنعرف أكيد. يعني يدرك ياتوم مثلا تاع الموساد، يدرك مفاز رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق بأنهم لن يستطيعوا العثور على مكان شاليط، خلص رفعوا الراية البيضاء. أيضا يدركوا أنه إذا ما الإسرائيل قدم التنازل فعلا حيستمر أكثر الضغط على نتنياهو وحكومته، وبعدين كمان يعني لا أمل في الإفراج عن شاليط في عملية عسكرية عنترية زي عنترياتهم مثلا في عنتيبي أو ما شابه ذلك، لو استطاعوا لذلك سبيل لفعلوا، بس فشلوا مع حزب الله وفشلوا مع حماس. فلذلك في تقديري في النهاية سيرضخ نتنياهو مضطرا، خاصة أن والد شاليط وأسرته الآن في حالة اعتصام أمام مجلس الوزراء، وآلاف من المواطنين الإسرائيليين يطالبون بذلك. يطالبون بذلك طبعا. طيب، النقطة الأخرى أستاذ عبد الباري هي الكشف عن مشروع استيطاني جديد في القدس. يعني إحنا كلما تعلن إسرائيل عن مشروع وتهب الأصوات العربية المنددة والمستنكرة، تصمت إسرائيل ربما أسبوع أسبوعين شهر شهرين بالكثير، ثم تعلن عن مشروع آخر. إلى متى تستمر هذه المشاريع التي يعني لا تجد من يعترضها كاعتراض حقيقي في الوسط الفلسطيني أو العربي أو الإسلامي؟ طالما السلطة الفلسطينية بتنسق أمنيا مع إسرائيل، طالما السيد سلام فياض بخطط يلتقي مع يهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي،
طالما المفاوضات غير المباشرة مستمرة، طالما السلطة تلحس كلامها بتقول إحنا مش هنتفاوض طالما الاستيطان مستمر وهيهم بتفاوضوا وبيجلسوا ومع الإسرائيليين، طب ليش إسرائيل ما تتوسع؟ ليش ما ما فيش رجال يا شيخ، ما فيش ناس يقولوا أنا ولا بستقبل السناتور ميتشل ولا بلتقي مع باراك ولا بتتجمدوا الاستيطان أهلا وسهلا، ما بتجمدوش الاستيطان مع 60 سلامة ولا هذا المفروض يصير، المفروض هيك أنتوا التزمتوا أمامنا كعرب وكفلسطينيين وكمسلمين أنه لن تذهبوا إلى المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة طالما في استيطان إسرائيلي. طب هي استيطان بتبني فنادق، هي بتبني بارك في القدس وبتدمر بيوت ناس، طب ليش إيش بتستنوا يعني إيش بتعملوا يعني يعني طب عمليا لكرامتكم يعني لوجهكم امام يا اخي امام زوجاتكم امام اولادكم انتوا تعهدتوا امام زوج بلاش امامنا احنا كشعب فلسطيني ولا كمسلمين ولا كعرب انتوا تعهدتوا يا اخي على الاقل احفظوا كلمتكم امام بيتكم يعني. استاذ عبد الباري، هذا فيما يتعلق بالدور الفلسطيني في محاوله ايقاف هذه المشاريع الاسرائيليه في القدس، ربما ناتي له بشيء من التفصيل عندما يعني نشير الى الترتيبات للقاء باراك مع فياض، لكن يعني الموقف الأمريكي، نتنياهو الآن خلال أسبوع سيزور باراك ويلتقي بباراك في أمريكا، يعني أيضا لا يحسب حساب للموقف الأمريكي رغم التشدد الأمريكي الذي جرى خلال الشهور الماضية في مسألة الاستيطان. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يشعر أنه أقوى من باراك أوباما، يشعر بأن المسألة مسألة وقت، انه يكسب وقت، انه جاي من انتخابات الكونغرس القادمه في نوفمبر، هو الان يريد ان يشتري وقت حتى نوفمبر المقبل، يعني ظلت 3 شهور 4 شهور بيمشيها. بعدين الحاجه الثانيه انه يعني بدليل انه 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 يعني نتنياهو اقوى من باراك اوباما، على الاقل هو يتصرف كذلك، انه امريكا ضغطت على رجب طيب اردوغان من اجل ترتيب لقاء بين داود اوغلو وزير خارجية تركيا ومن بنيامين بن العازر اللي هو وزير التجاره الاسرائيلي والصناعه. الآن كمان واشنطن هي التي ضغطت من أجل لقاء عباس، من أجل لقاء باراك أوباما، يهود باراك وسلام فياض، والآن واشنطن هي التي أرسلت السناتور جورج ميتشل إلى رام الله وإلى تل أبيب من أجل اللي هي تنشيط المفاوضات غير المباشرة. فعمليا إذا أمريكا بتعمل كل هذا الهوم وورك وبتجهزه لنتنياهو، ليش نتنياهو ما يبني؟ وليش ما يعني طب ما هي بيروحوا زعماء عرب عند امريكا بيحكوا لهم مثلا، بيقولوا لا احنا يعني لن نساعدكم في افغانستان، لن نساعدكم في العراق، لن نساعدكم في ايران طالما انتم والله بتشجعوا نتنياهو على بناء مستوطنات في القدس، اللي هي القدس، هذه هي القدس بلد ابونا، هي ما هي لهم للعرب وللمسلمين. طب مفروض يعني انا اتوقع مثلا من اهل السعود الملك عبد الله بن عبد العزيز، واللي الان اوباما يحتاجوا اتجاه الملف العراقي ويحتاجوا اتجاه الملف الايراني ان يقول، واتجاه العقوبات على ايران، طبعا مين بتطبق العقوبات؟ دول الخليج. كنت اتوقع يقول له والله لو بنيت غرفه واحده في القدس لن اتحرك معك سنتي، هذه مش قطاع غزه ولا رام الله، هاي القدس. يعني المفروض كان الملك عبد الله بن عبد العزيز قال هذا الكلام لباراك اوباما. طيب. لكن مش يعني ما بعرفش يعني نرجع للإعداد للقاء باراك فياض، يعني كيف أستاذ عبد الباري ممكن أن نوفق بين هذا اللقاء وبين قول الرئيس عباس؟ يعني أنت قبل شوي كنت بتحدث عن باستغراب، يعني كيف فعلا سيوفق المستمع المشاهد المواطن العربي ولا الفلسطيني ولا وين ما كان بين يعني قول الرئيس عباس لن نعود إلى المفاوضات المباشرة؟ أليست مفاوضات فياض مع باراك وزير الحرب نائب رئيس الوزراء مفاوضات مباشرة؟ يا أخي والله العظيم بيتعاملوا معنا كما لو إن إحنا حمير أغبياء ما عندنا عقل على الإطلاق. يا أخي والله العظيم الشعب الفلسطيني لا يستحق هذه المعاملة من فياض وعباس وغيره، والله لا يستحق، والله الشعب الفلسطيني إنه شعب زي أي شعب عربي زي أي شعب مسلم. يا أخي والله إحنا محترمين، والله بنفهم يا أخي عاملونا على إن الناس بنفهم. يا أخي والله العظيم لا أبالغ. طب يعني إنه بقول لك إنه لا مفاوضات مباشرة طالما استمر الاستيطان، وبقول لك انه احنا المفاوضات غير المباشره لن تنتقل الى مباشره الا اذا حققنا تقدم. طب يعني لما يلتقي رئيس الوزراء مع يهود باراك اللي بيبني المستوطنات، هو اللي بيبني المستوطنات يهود باراك، كل المستوطنات اللي هي من انا سامع السيد نمر حماد اللي هو مستشار الرئيس يقول انه كان انه يشتكي يهود المرض معنا في اللقاءات من انه يا اخي قنعوا باراك هو يوقف المستوطنات، والله العظيم انا سامعها من السيد نمر حماد
يقول له انه مشكلتنا لما نقعد مع اولمر اذا ما فيش تقدم، مع تسب ليفني يقول لك يا اخي المشكله براك، اقنعوا براك، هو بوقف الاستيطان، هو بزيل هذه المستوطنات المؤقته، هو اللي بيعمل الحواجز، هو. طب براك الان بيلتقي رئيس وزراء السلطه ومباشرة ويقول لك لا هذا مش مفاوضات مباشرة، طب ايش المفاوضات اذا هاي مش مفاوضات مباشرة، طب ايش المفاوضات المباشرة؟ ربما استاذ عبد الباري، يعني هناك من يقول انه الرئاسة الفلسطينية في بيانها اكدت انه هذا اللقاء يهدف الى التخفيف من معاناة الفلسطينيين، بمعنى انه ليس مفاوضات سياسية ربما. يا سلام، بهو كمان مرة بقول يا اخي والله يحتروا عقلنا، التخفيف عن معاناة الفلسطينيين ليش؟ وزير البلديات هو سلام فياض، وزير الحكم المحلي سلام فيها، ويهود براك وزير البلديات في إسرائيل، والله لو كان وزير بلديات وهاي وزير بشؤون قروية وبلدية والتقوا اثنين مع بعض عشان يشوفوا إيش المجاري، يشوفوا إيش الكهرباء، يشوفوا إيش المية، يشوفوا إيش الضريبة، بفهم. لكن هذا رئيس وزراء مش بس رئيس وزراء، لكن ليس رئيس الوزراء أستاذ أبو خالد ليس من منظمة التحرير ولا هو من فتح، هذا يا سيدي أقوى تكنوقراط مستقل، يا سيدي أقوى، هذا عنده شوف سلام فياض أقوى من محمود عباس، يعني محمود عباس يوفر مظلة لسلام فياض، سلام فياض عنده أهم ورقتين في إيده، عنده ورقة الأمن، الأمن يخضع مباشرة، قوات دايتون تخضع مباشرة لسلطة رئيس الوزراء سلام فياض، المال لا يذهب فلسا واحدا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية إلا عبر وزير المالية سلام فياض، فجمع الحسنيين، جمع المال وجمع الأمن، فهذا لما يتفاوض مع باراك، وباراك علاش بدي شؤون باراك وزير دفاع بده يتفاوض معه على مستوطنات، بده يتفاوض معه على حواجز، بده يتفاوض معه على أمن، بده يتفاوض كلام فاضي، بس هم غلفوها. مسؤول مفاوضات في منظمة التحرير هو صاحب عريقات، وصاحب عريقات لا يقوم بلقاءات مباشرة مع الإسرائيليين. نعم، طيب هو يا سيدي ما هو صاحب سلام فياض أقوى من عريقات، عريقات مش وزير حتى، هذا الرجل رئيس وزراء، هذا الرجل عنده المال زي ما حكينا، هو السلطة عمليا. لما بيروح أوباما على الضفة الغربية بيلتقي فياض في لقاء منفصل وبيلتقي عباس في لقاء منفصل، لما بيروح توني بلير بيلتقي عباس وبيلتقي فياض، عمره ما التقوهم مع بعض، لما بيروح كمان جو بايدن التقى عباس والتقى فياض كل واحد لوحده، فهذا مش بسيط فياض، مش يا زلمة. طب أنا أتحدى إذا الرئيس محمود عباس بيقدر يغير سلام فياض كرئيس وزراء، أتحدى والله العظيم أتحدى إذا بيقدر محمود عباس سيد الرئيس محمود عباس ما نقولها السيد والرئيسة، أتحدى إذا كان يستطيع أن يغير سلام فياض كرئيس وزراء أو كوزير مالية، والله إذا يفعلها والله العظيم لأخرس إلى الأبد. طب لكن يمكن أن يفعلها، أنا أقول لك ممكن تخسر التحدي يا أستاذ أبو خالد إذا كان حركة فتح دعمت فكرة تغيير فياض. دعموا حركة فتح وحاولوا يحطوا وزراء عنده وحاولوا، رفض رفضا مطلقا انه رفض عباس انه يغير فياض، ورفض فياض ان يملى عليه وزراء معينين، وحتى اذا اخذ وزراء بحطهم اللي وزير ثقافه وزير عمليا فياض الان سلام فياض اقوى من السلطه واقوى من حركه فتح. ايش تعمل اللجنه المركزيه لحركه فتح؟ أصلاً يا أسيدي أصلاً مقصصات اللجنة المركزية لحركة فتح تيجي من مين؟ تيجي من سلام فياض. 20,000 دولار في الشهر. الوقت ضيق، بدنا نمر على مسألة مهمة أيضاً لكن قبلها، اللي هي مسألة المفتي أو شيخ الأزهر، لكن قبلها فتح لن نصبر طويلاً إزاء الإجراءات الإسرائيلية في القدس، إذا حركة فتح يعني تتململ. طبعاً تتململ، حركة فتح حركة وطنية فلسطينية، حركة فتح قدمت آلاف الشهداء من أجل القضايا الوطنية الفلسطينية، حركة فتح الآن تعاني من التهميش، سواء التهميش من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو التهميش من سلام فياض، عمليا حركة فتح لا تقوم بدورها. هل استمرار هذا التهميش قد يؤدي إلى انفجار مثلا الموقف في الضفة الغربية وفتح تخرج عن طورها؟ نعم، في انفجار، في حالة غليان في الصفوف الأولية لحركة فتح، في الجراس روت، في المجموعة، مش اللي في القيادية، الناس اللي على الأرض، هؤلاء الناس بيشوفوا حركتهم تهان، حركتهم تمزق، حركتهم ترتكب جرائم باسمها، بيشوفوا حركتهم تزج في مفاوضات عبثية، بيشوفوا حركتهم يساء إلها وإلى سمعتها. هذه الحقيقة، فهؤلاء يتململوا طبعا، مش يتململوا، في حالة غليان حاليا. أستاذ عبد الباري، شيخ الأزهر أحمد الطيب يقول أن المصالحة الفلسطينية فريضة شرعية وواجب مقدس، ومن يعرقلها أو يؤخرها فإنه آثم. ماذا وراء هذه الفتوى مضمونا وتوقيتا؟
يعني عدة أشياء. يعني أولا بأسف أنه أحمد الطيب إن شاء الله يكون طيب أنه يصدر مثل هذه الفتوى أولا. يعني ثانيا توقيت مهم جدا في حتى تفهم البواعث السياسية خلف أي شيء. لازم من ضمن العوامل اللي نطلع عليها في التحليل السياسي هي التوقيت. هذا التوقيت جاء بعد أن أصرت الحكومة المصرية على حركة حماس بأن توقع وثيقة المصالحة قبل أي شيء آخر. وهذا التوقيت جاء ايضا بعد ان يعني اللي هو الحكومه المصريه بنفسها افشلت محاوله لوساطه فلسطينيه من اجل اللي هو النقاش بين فتح وحماس ولجنه وساطه حول بعض البنود التي تحتاج الى ايضاح. وهذه النقطه ستكون مثار النقاش في النص ساعه القادمه في موضوع ال الشيخ الازهر معنا الوزير في القدس، لكن تفضل معنا 30 ثانيه حتى تكون جاهز الوزير. يعني انا بعتقد هذا التوقيت مهم جدا. وبعدين من متى الشيخ الازهر بيصدر فتاوى من شأن المصالحة؟ طب يا أخي يصدر لنا فتوى بتحريم الحصار الحكومي المصري على قطاع غزة بالجدار الفولاذي مثلا، يصدر لنا فتوى بوقف الغاز الإسرائيلي المصري اللي بيباع رخيصا لإسرائيل، يصدر لنا فتوى يعني بتأثيم الناس اللي ذبحوا خالد سليم المصري اللي في الإسكندرية الشرطي. يعني يصدر يا أخي هو يعني بعدين لأي أساس مصالحة؟ هذا الشيخ الأزهر لازم يصدر فتوى بالجهاد من أجل تحرير فلسطين، مش فتوى مصالحة. يعني قزم الفتوى وقزم الأزهر. هو تحدث عن المصالحة ورح نحكي عنها في النص القادمة، لكن الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة خبر وتعليق ونتوقف فيها عند تطورات قرار السلطات الإسرائيلية إبعاد نواب حماس من مدينة القدس وظهور بوادر لصفقة فلسطينية إسرائيلية قد تحول دون عملية الإبعاد، حيث يعني نصب 3 نواب من حركة حماس في القدس خيمة اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في المدينة للاحتجاج على القرار الإسرائيلي بإبعادهم عن مدينتهم بسبب انتمائهم لكتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي. وقال النائبان أحمد عطون ومحمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة أنهم سيعتصمون حتى تلغي سلطات الاحتلال قرار إبعادهم وتفرج عن النائب محمد أبو طير. وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت النائب المقدسي محمد أبو طير يوم الأربعاء أثناء خروجه من قرية صور باهر قضاء القدس، وأبلغته أنه أنهى المهلة التي حددتها له لتنفيذ قرار الإبعاد. ويمثل أبو طير أمام محكمة إسرائيلية للبحث في قرار إبعاده في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر إعلامية عن صفقة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لوقف قرار الإبعاد بحق النواب الثلاثة الآخرين بشرط تخليهم عن انتمائهم لحركة حماس. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر معنا عبر الهاتف السيد خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس السابق والمهدد بالإبعاد مع زملائه نواب القدس الذين خاضوا الانتخابات ضمن قائمة الإصلاح والتغيير المدعومة من حركة حماس. مرحبا بك سيد أبو عرفة. مرحبا بك أخي الكبير والحضور الكرام والأستاذ الكبير عبد الباري عطوان، وإذا كان هناك أيضا حضور في الاستوديو لا أعرف لك. سيد أبو عرفة، هل ما زلتم في الاعتصام وهل ستستمرون في هذا الاعتصام حتى تلغي إسرائيل القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أخي الكريم نحن ما زلنا في الاعتصام، والاعتصام مفتوح ليلا نهارا، لا نخرج من مقر الصليب الأحمر إطلاقا. وقد أعلننا سابقا أننا يعني لن نخرج إلا ب يعني تطبيق المطالب أو بتحقيق عفوا المطالب التي رفعنا بها إلى المؤسسات المعنية هنا محليا ودوليا والمتمثلة بإلغاء قرار الإبعاد الصادر بحقنا والإخراج الفوري عن الشيخ محمد أبو طير، وكذلك إرجاع هوياتنا إقاماتنا المقدسية والأوراق الثبوتية. نعم. لكن سيد أبو عرفة يقال أنكم توصلتم إلى صفقة مع دولة الاحتلال للتراجع عن قرار الإبعاد مقابل توقيعكم على عدم الانتماء لحركة حماس، هل هذا صحيح؟ بالطبع هذا غير صحيح، وهذه من تشويشات الإعلام ومن تشويشات الإسرائيليين. لو كانت هناك صفقة لما اعتقل الشيخ محمد أبو طير ولما لجأنا إلى مقر الصليب الأحمر. هذه التشويشات الإعلامية صدرت بعدما
كان هناك حديث بين الرئيس عباس والطرف الإسرائيلي، تحليل مكان أن الطرف الإسرائيلي يتلقى ضغوط وضغوط هائلة حقيقة، لأننا قمنا باتصالات مكثفة جدا وعبر كافة المؤسسات الدولية والبرلمانية والأصدقاء والسفراء والقناصل، يعني كافة المجال الدبلوماسي. هذا الضغط الهائل على الإسرائيليين جعلهم يتوجهون إلى الرئيس عباس ليتحدثوا بخصوص النواب، الأمر الذي أوهم الإسرائيليون السلطة الفلسطينية أنهم سيقومون بخطوة للأمام بهذا الخصوص، وتبين فيما بعد أن ذلك كان فقط لتفويت أو يعني لكسب الزمن واستدراج الجميع إلى المربع الإسرائيلي. ونحن كنا منتبهون تماما، كنا منتبهين تماما لهذه الأمور، ولذلك لازلنا نسعى باعتصامنا وبخطواتنا الاحتجاجية ولن نتوقف أبدا حتى. طيب سيد خالد، سيد خالد أبو عرفة لو سمحت، ألم يعدكم الرئيس محمود عباس في لقاءاتكم التي جرت الأسبوع الماضي بعمل شيء يعني إيقاف هذا القرار الإسرائيلي؟ بالتأكيد هو وعدنا، وقد أطلعنا خلال لقاءين بيننا خلال 40 ساعة، يعني خلال يومين قصيرين أطلعنا على الجهود التي يبذلها والاتصالات التي تمت، لكنه كان يشعر أن الطرف الإسرائيلي غير مضمون ولا يمكن أن نتلقى منه أي ضمانات، لكن هو قال أنه لن يتوقف عن الضغط على الإسرائيليين، وأعرب عن موقفه من أن الإبعاد خارج مدينة القدس هو خط أحمر وأنه لن يقبل ذلك أبدا. سيد أبو عرفة، الخط الأحمر الذي تحدثت عنه نقلا عن الرئيس تتخطاه إسرائيل، ورئيس وزراء السلطة في رام الله يقوم بالتحضير للقاء مع باراك، كيف تنظرون إلى مثل هذه الخطوة رغم كل ما يجري لكم أنتم في القدس ولبقية أهالي القدس والمقدسات في هذه المدينة المقدسة؟ نعم، نحن نتمنى على الرئيس أن يتوقف فورا عن أي خطوات بهذا الاتجاه، إن كان على مستوى ميتشل أو على مستوى باراك. فميتشل والإدارة الأمريكية كلها لم تستطع أن تعد بأن ترجع هوية لمقدس واحد عدا أن يكون نائبا. نحن نظن أن ما يحصل الآن بخصوص استدراج الطرف الفلسطيني لصالح المربع المفاوضات لن يزيد الهجمة الإسرائيلية على المقدسيين إلا شراسة. شكرا سيد خالد، المعذرة على المقاطعة سيد خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس سابقا، أشكرك على هذه التوضيحات. والآن مشاهدينا الكرام نخرج لفاصل قصير، نعود بعده للحوار حول قضية الأسبوع والتي نناقش فيها مستقبل المصالحة الفلسطينية في ظل خلاف الحكومة المصرية مع حركة حماس وتجدد الحملة الإعلامية بينهما، وسنستقبل بعدها مداخلاتكم وتعليقاتكم على كل ما ورد في الحلقة، وذلك عبر الهاتف الذي سيظهر تباعا على الشاشة، فأرجو التفضل بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مع قضية الأسبوع التي نتناول فيها مستقبل العلاقة بين حركة حماس والحكومة المصرية وأثر ذلك على فرص المصالحة الفلسطينية، وخاصة بعد الحملة الإعلامية التي شنها إعلاميون مقربون من السلطات المصرية على حركة حماس، وذلك بعد زيارة عمرو موسى لغزة وبلورة أفكار للوصول إلى المصالحة الفلسطينية. وقبل البدء في النقاش دعونا نشاهد معا هذا التقرير. ديكتاتورية الجغرافيا، هكذا يصف الكثيرون العلاقة بين الحكومة المصرية وحركة حماس،
ولكن هذه الجغرافيا لم تفلح على ما يبدو بإجبار الطرفين على إقامة علاقة جيدة بسبب تناقض الرؤى في طريقة التعاطي مع الملف الفلسطيني، إضافة إلى ما تعتبره حماس مساهمة مصرية في الحصار على القطاع من خلال التشديد على انسياب البضائع والأفراد إلى قطاع غزة. العلاقة بين الطرفين تشهد هذه الأيام تصعيدا كبيرا بعد تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكي ردا على تصريحات للقيادي في حماس محمود الزهار، قال فيها إن الملف الفلسطيني ليس في يد وزارة الخارجية بل في يد جهاز المخابرات الذي تحتفظ حماس بعلاقات جيدة معه، حسب الزهار الذي أضاف إن المشكلة هي في بعض التصريحات المستفزة المفاجئة من قبل وزير الخارجية أحمد أبو الغيط على حد قوله. تصريحات الزهار جاءت على خلفية اتهام حماس للقاهرة بتعطيل المصالحة الفلسطينية والضغط على الرئيس محمود عباس لرفض المقترح الذي تقدم به عمرو موسى بتوقيع الورقة المصرية مع إرفاقها بورقة تفاهمات تتضمن ملاحظات حركة حماس، وهو ما أنهى التفاؤل بتحقيق المصالحة حسب مصادر إعلامية تابعة للحركة. الناطق باسم الخارجية المصرية رد على حماس واتهمها بمحاولة التملص من مسؤولية الفشل في التوصل إلى المصالحة، وطلب الحركة بالبعد عن شخصنة الأمور وحذرها من العواقب التي ستضعها في موقف حرج، معتبرا أن أساليبها مرفوضة وعقيمة ولن تفيد سوى في المزيد من التوتير، على حد قوله. تصريحات الخارجية المصرية وما تبعها من ردود من الناطقين باسم حركة حماس كشف عن المزيد من التوتر في العلاقة بين الطرفين، وأظهر أن الهوة بينهما تزداد اتساعا، هوة ربما يكون الشعب الفلسطيني الخاسر الأكبر من اتساعها. ولمناقشة هذه القضية يسعدني أن أرحب مجددا بضيفي في الاستوديو السيد عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة القدس العربي. أهلا وسهلا أستاذ عبد الباري. كما سيكون معنا عبر الهاتف الدكتور صلاح البردوي القيادي في حركة حماس حركة المقاومة من قطاع غزة، وسينضم إلينا لاحقا الدكتور نبيل لوقا باباوي وكيل لجنة الإعلام في مجلس الشورى المصري من القاهرة. وبالطبع في نهاية هذا الجزء مشاهدينا الكرام سنستقبل أسئلتكم وتعليقاتكم عبر الهاتف. أستاذ عبد الباري، ما هي حقيقة الأزمة الحالية على الأقل بين حماس ومصر التي جاءت بهذه الحملة الإعلامية مؤخرا بين الطرفين؟ يعني هذه الحملة تعود عدة أسباب. يعني الحكومة المصرية تشعر أنها خسرت ورقة شليط، والآن تخسر ورقة المصالحة الفلسطينية وورقة أيضا اللي هو مستقبل قطاع غزة. يعني ما حصل، يعني وهذه الخسارة بسبب حماس، ورقة شليط ذهبت إلى ألمانيا الآن التي تقوم بالمفاوضات ليس مصر بل ألمانيا. هذه أول نقطة. الضربة الأخرى والقاسمة في رأيي جاءت بعد اللي هي مجزرة اسطول الحرية، عندما استطاعت تركيا أن تكون هي الجهة التي يتولى حماية والدفاع عن أبناء قطاع غزة وكسر الحصار عنهم. يعني هذه قصة، يعني سفن الحرية المجزرة الإسرائيلية تجب ما قبلها. يعني أنا في تقديري ألغت كل شيء عن المصالحة الفلسطينية الآن. يعني عندما قبلت، أنا هذا تحليلي كمحلل مستقل، عندما قبلت حركة حماس بهذه الوثيقة وتفاوضت عليها كانت حركة حماس في وضع سياسي ضعيف، كانت ضعيفة، كانت غير قوية، كانت محاصرة، يعني أسباب كثيرة، كان في عدوان على القطاع، مجموعة عوامل دفعت حماس أن تكون مرنة في هذه المسألة. الآن حماس أقوى، الآن حماس عندها اللي هو السند التركي الكبير جدا، عندها مثلث الإيراني السوري التركي، عندها الحزب الله، عندها العالم اللي الآن يطالب ليس بتخفيف الحصار بل بإنهاء الحصار عن قطاع غزة، عندك المطالبة الحالية بخط بحري مستقل بين القطاع وبين قبرص أو تركيا. كل هذه العوامل جعلت الدور المصري ضعيف جدا، وبالتالي المصالحة الفلسطينية التي تبنتها الحكومة المصرية والوثيقة التي أعدتها أصبحت يعني شبه لاغية أو شبه منتهية أو outdated أو expired زي ما بقوله بالإنجليزي. فعمليا هذا هو السبب. فنرفزة الحكومة المصرية الآن تعيش حالة نرفزة، في حالة ارتباك، أنه خسرت مفاوضات شليط وتتفرج
وخسرت يعني تتخيل وخسرت المصالحة الفلسطينية بين اللي هي الورقة الأخيرة اللي كانت تفيدها، وبعدين الحصار أيضا على قطاع غزة اللي كانت تستخدمه لإذلال حماس أيضا خسرت هذا الحصار، يعني أجبرت غصبا عنها لفتح المعبر رفح بالقوة، أجبرت على فتح رفح. يعني مجزرة الحرية والموقف التركي هو اللي على طول فورا، وإلا الشعب المصري كله ثار. لا يمكن أن يقبل الشعب المصري بأن تغلق الحكومة معبر رفح في الوقت اللي بيستشهدوا أتراك على ظهر السفن ويتصدوا الإسرائيليين لرفع الحصار عن قطاع غزة. فهذا كل معطيات كلها هذه كلها أدت إلى اللي هو تراجع الدور المصري وتراجع المصالح المصري. هذه نقطة. النقطة الأخرى اللي أنا يعني أنا بستغرب، وأنا قابلت السيد خالد مشعل أكثر من مرة، أنا قلت له يا أستاذ خالد يا عزيزي، أنا في تقديري أنه لا يجب أن تقبل حماس يا أبو الوليد، يجب أن لا تقبل حماس بأن يتم التعاطي معها أمنيا. أنا قلت له أنا أنصحك أن لا تذهب إلى القاهرة إلا إذا استقبلك يا سيدي أبو الغيط، بلاش حسن مبارك، ما حسن مبارك استقبل جعجع، سمير جعجع، طب أنت أهم من سمير جعجع، وكان في وقتها استقبل وليد جنبلاط، قلت له انت اهم من وليد جنبلاط يا اخي، طب ليش تقبل انك تروح القاهره ويستقبلك عمر سليمان رئيس المخابرات؟ لا، قل لهم احنا يا سيدي الرئيس جمال عبد الناصر استقبل ياسر عرفات وقبل ان تكون منظمه التحرير وقبل ان يكون رئيس منظمه التحرير، يعني في سوابق، يعني لماذا ان تقبل حتى كمان السيد محمود الزهار، يعني لماذا يقبلوا انه بيتم التعاطي معهم من الزاويه الامنيه فقط؟ يعني هذه كمان خلل في حركه حماس، كان يجب ان ترفض حركه حماس هذا 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 التعامل من قبل. ممكن السؤال نسأله لممثل حركة حماس معنا الآن على الهاتف الدكتور صلاح البردوي القيادي في حركة حماس. مرحبا بك دكتور صلاح. حياكم الله. أنا وسهلا دكتور صلاح. يعني نبدأ من النقطة التي ذكرها الأستاذ عبد الباري، أنتم في حماس يعني تقبلتم لأنفسكم التعامل مع مصر من دائرة المخابرات وليس من وزارة الخارجية، وبالتالي يعني لوموا أنفسكم ولا تلوموا مصر على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا تحياتي لك ولكريم. ثانيا نحن في حركة حماس نتعامل مع مصر كقيادة، هي يعني قيادة حرة في ان تمثل نفسها من اي طرف اخر، فإذا وزارة المخابرات فهذا شأنها، واذا اختارت وزارة الخارجية فهذا شأنها ايضا. نحن لا نتعامل مع المخابرات المصرية كإطار امني. دكتور صلاح يبدو انقطع الخط مع دكتور صلاح، نأمل أن يتم الاتصال به لاستجلاء الموقف من غزة. طيب أستاذ عبد الباري، يعني الأسباب وراء الحملة الإعلامية الأخيرة، هل يمكن أن نقول أن أحد هذه الأسباب هو الحرج الذي أصاب مصر بعد زيارة عمر موسى إلى غزة؟ وهل كانت الزيارة من غير رضا مصري، وبالتالي ما جاء به من أفكار وتفاهمات عرضها عليه إسماعيل هنية كانت محرجة للمصريين؟ يعني أولا بس دعني أوضح، يعني أنا سمعت الأستاذ محمود الزهار يشتكي من أنه مصر تتعامل معهم من الزاوية الأمنية، عشان هيك وأنا سمعت ذلك. هذا كان بس يعني السيد البردويل، يعني أنا أنقل عن السيد محمود الزهار وليس من عنديات هذه النقطة. بالنسبة لزيارة عمر موسى إلى قطاع غزة، أولا جاءت متأخرة 4 سنوات، ثانيا الحكومة المصرية لم تكن راضية عن زيارة عمر موسى إلى قطاع غزة لسبب بسيط، لأنها كانت يعني تتعامل مع عمر موسى كوزير خارجية سابق لمصر وليس كأمين عام لجامعة الدول العربية. إحنا مشكلتنا مع المسؤولين المصريين لما بيصيروا في موقع عربي بيستمروا يتصرفوا كما لو كانوا في وزراء خارجي في بلدهم أو مسؤول في بلده. نفس الشيء حتى السعوديين، يعني لما بيجي مسؤول سعودي على مؤسسة دولية أو مؤسسة عربية بيتعامل كوزير كموظف في الحكومة السعودية وليس في موقع العربي الجديد. نفس الشيء بيحصل أيضا مع دول العربية أخرى، يعني في تونس أيضا وما شابه ذلك. عمليا هذه المشكلة. عمر موسى الحكومة المصرية استاءت جدا لأنه أمين عام الجامعة العربية ممثل النظام الرسمي العربي يذهب إلى قطاع غزة ويتعاطى مع حركة حماس ويتدخل في موضوع المصالحة، هي موضوع المصالحة. وبالتالي يمكن أن يعتبر ذلك اعترافا من هذا أمرين. هم أولا لأنهم يعرفوا مصر مقدمة على معركة التوريث، معركة البديل، في مرشحين ربما ينزل عمر موسى إلى 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 الانتخابات الرئاسة، فلماذا عمر موسى الآن يتجاوز صلاحياته ويمهد من جديد ويلعب دورا سياسيا في قطاع غزة ربما يفيده في معركته للرئاسة المصرية؟
المستقبل تترشح للرئاسة، أيضا كيف يعني يتعدى على صلاحيات أحمد أبو الغيط، أحمد أبو الغيط وزير الخارجية وعنده غيرة غير عادية من عمرو موسى. هو ممثل للدول العربية وليس لمصر. ما هو طبعا حتى لو كان مصري يا أخي، ما هو ما بيعتبروا أنه هذا الأمين عام الجامعة العربية موظف في الخارجية المصرية، ما بيعتبروهوش يعني هذا أصبح أمين عام الجامعة العربية. لا، هي المشكلة يعني عمليا حتى السيد عمرو موسى وأنا كتبتها أنه يتعامل مع القضايا العربية ما زال من منظور المصري وليس من منظور العربي الأشمل. هذه هي المشكلة اللي بنواجهها. فذهابه لقطاع غزة اللي هو يعني مسه بالورقة المقدسة أو البقرة المقدسة عند الحكومة المصرية اللي هي المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، هذا تجاوز على النظام الرسمي. فلذلك كان لابد من إجهاض محاولته وأجهضت محاولته. هو حصل على اللي هي حل أنه قال لحماس قدموا لي ورقة تحفظات بنحطها مع الوثيقة وبيمشي الحال، وقبلت حماس هذا الحل. من الذي أجهض؟ الحكومة المصرية قالت لا ما لكش علاقة ولا ورقة توضيحات ولا شيء، يوقعوا وإلا. وأنا اليوم بالمناسبة اليوم أنا متغدي مع السيد منيب المصري اللي هو رئيس وفد المصالحة اللي عينه محمود عباس، الرئيس محمود عباس، وقال لي بالحرف الواحد انتهت القصة، وهم الآن بدهم يشكلوا وفد مستقل للمصالحة وبدهم يعملوا وثيقة مثل وثيقة الأسرة، وأنا عندي نص هذه الوثيقة من أجل اللي هي ممارسة ضغوط على الجانبين من أجل وصول شعبية المصالحة. فلسطينية نعم، على تضغط على حماس وتضغط على فتح، إنه هذا الأمر يجب أن لا يستمر. هل تستند هذه الوثيقة المقترحة أو هذه المسودة لها على التفاهمات التي توصلت إليها لجنة منيب المصري بين فتح وحماس؟ نعم، تستند هذه التفاهمات حتى تكون هذه يعني الضغط الشعبي، لابد من ضغط شعبي على حماس وعلى فتح لإنهاء هذا الخلاف والعودة إلى برنامج وطني فلسطيني. يعني أنا أؤكد للسيد منيب المصري إنه يجب أن تكون المصالحة على أسس واضحة. إيش الأسس؟ أولا برنامج سياسي، اعتراف بأنه المفاوضات فشلت وإنه كل طريقة التفاوض هذه خطأ وإنه هذه السلطة غير مؤهلة أو غير مفوضة من كل الشعب الفلسطيني للتوقيع باسم الشعب الفلسطيني، وحدة وطنية على أساس المقاومة، على مقاومة سلمية، مقاومة عسكرية، بس المهم تكون مقاومة الاحتلال. أيضا قلت المصالحة يجب أن تستند على هدف أساسي بعد. يعني إيش بعد المصالحة؟ هي المشاركة. طب تصالحت فتح حماس، طب وبعدين احنا وين المستقلين كمان؟ مش لازم يكون دور مثلا؟ طيب الشيء الثالث، طب مش لازم اذا تصالحت فتح وحماس مش لازم يكون في مشاركه في السلطه؟ مش لازم يكون مشاركه في القرار؟ مش لازم التحرير؟ طب يا سيدي مش منظمه التحرير كيف يعني على اي اساس ترتب منظمة؟ طب لقيت حماس بتتصالح مع فتح، طب مش لازم يجي هذا حماس وتقول لا تعال فتح او لا السيد صائب عرقات والله تعال وين وصلت في المفاوضات؟ بدي اعرف الملف المفاوضات تاعك وين هاي. مش بدك تيجي تقول لسلام فياض والله فياض ولصائب عرقات وين وصلت وشو عملت؟ طب ليش المصالحة إذا؟ نتصالح على إيش نتصالح؟ بس نبوس بعض؟ طيب ليش نتصالح؟ مش يا سيدي اسمعني بس خليك معي. لا مش طيب استنى علي. طبعا. لما بدهم مصالحة مش بدهم يعمل حكومة؟ لازم. مش حكومة مشتركة؟ طيب بدهم يخبوا عن الحماس مثلا، وزراء حماس مثلا عن ايش بيصير في المفاوضات، بدهم يخبوا الميزانيه مثلا، بدهم يخبوا المخابرات مثلا، بدهم يخبوا الامن مثلا وايش بيعمل، بدهم يخبوا التنسيق الامني، بدهم يخبوا السفرات بدها تظلها سفرات زي هيك بس للون فلسطيني معين. طيب يعني طيب وزارة الخارجية يا سيدي يكون وزير من زي ما عملوا، يكون وزير من 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 فتح يا سيدي ونائب الوزير من حماس ويكونوا يشتركوا مع بعض. خليني أرجع شوية على لقائك مع منيب المصري لو سمحت. يعني منيب المصري يعني لجنة المصالحة عينها الرئيس قعدت مدة أسبوعين، قدمت أفكار، هذه الأفكار اصطدمت بعقبة. هذه العقبة حسب منيب المصري ما هي العقبة؟ لأن الناس تتحدث عن أنه قدم مقترحات وتفاهمات للرئيس عباس فوافق عليها مبدئيا، لكن عندما عرضها على المصريين قالوا للمصريين لا فيتو. في فيتو مصري. مصر لا تريد إلا توقيع حماس على هذه الوثيقة. في إيش عندهم بعد التوقيع؟ هذا اللي أنا مش عارفه. في شيء يعني هم بدهم، طب ليش مصرين على التوقيع؟ طب إذا وقع غصب عنه مش حيلتزم. يعني إذا لم يوقع، إذا لم توقع حماس مقتنعة بالمصالحة. هذه الجهود جهود منيب المصري التي تتحدث عنها، إعداد وثيقة مصالحة على غرار وثيقة الأسرة، رح أرجع لها، لكن بعد ما أشرك معي الدكتور نبيل لوقا باباوي وكيل لجنة الإعلام في مجلس الشورى المصري. مرحبا بك يا دكتور نبيل. دكتور نبيل، يعني يتساءل بعض من المحللين والمواطنين العرب ماذا يضير مصر التي تقود المصالحة وترعاها إذا ما اتفق الجانبان فتح وحماس وتوصلا معا إلى مخرج كما حصل في فكرة التفاهمات التي حملها عمرو موسى
ومنيب المصري ولكنها اصطدمت بالرفض المصري، لماذا؟ لا أنا عايز أقول لك حاجة. تفضل. هو غزة هي جزء من أمن مصر، فالمشاكل دي لابد أن تنتهي عاجلا أو آجلا، لأن الخلاف اللي موجود بين حماس وبين فتح ضيع القضية الفلسطينية، ضيع القضية الفلسطينية. إسرائيل لو صرفت 200 مليار جنيه عشان تضيع القضية الفلسطينية مش هتوصل للنتيجة اللي موجودة الآن. فتح فتحة لمعتقلات لحماس، وحماس فتحة معتقلات لفتح، وضع ضيع القضية الفلسطينية. وإذا استمروا بالشكل ده خلصت القضية الفلسطينية. طيب. ما بقاش في قضية فلسطينية. كلام جميل يا دكتور نبيل. كلام جميل يا دكتور نبيل. دكتور. وحماس يلتئموا عشان العجلة تمشي تاني. طيب. بالشكل ده. دكتور نبيل بس تسمح لي دكتور نبيل، لو تكرمت دكتور نبيل، انت بتتحدث كلام جواهر ما شاء الله. اذا الخلاف الذي تتحدث عنه ضيع القضيه. الان الاسبوعين الاخيرين عمر موسى عندما زار غزه وخرج مع اسماعيل هنيه بتفاهمات وافقت عليها لاحقا فتح من خلال لجنه الوفد، اتفركشت الامور كما يقال بالعاميه بسبب رفض مصر. إذا مصر أرادت هذه، مصر ملهاش أي مصلحة في أن الوضع اللي موجود دوت يستمر. مصر مصلحتها أن حماس تلتئم مع فتح وتنتهي المشكلة بينهم، لأن المستفيد الوحيد هو إسرائيل. يتفاهموا مع بعض، وإذا وافقوا على أي نوع من أنواع المصالحات إيه المشكلة؟ بس يتفقوا، مش الكلام كلام كلام في كلام. ايوه حنوافي، ايوه مش حنوافي. تيجي تعليمات من دمشق، لا ما توقفوش. تيجي تعليمات من ايران، لا ما توقفوش. تيجي تعليمات من حزب الله، لا ما توقفوش. عملنا دخلنا في متاهات، يا ريت يتفقوا، بس يتفقوا. طيب. ما المشكله ان الكلام لا في ايد حماس. ماشي يا دكتور نبيل. دكتور نبيل هذه الفكره واضحه. نعم السؤال اللي بيطرح نفسه يا دكتور، في ظل الازمه الاخيره والتلاسن الاعلامي بين وزاره الخارجيه وبعض يبدو الدكتور نبيل مش سامعني. ايوه يا دكتور يعني سعاده السفير حسام زكي متحدث باسم الخارجيه كان له تصريحات عنيفة ضد الزهار بسبب حديثه عن الملف الأمني أو ملف القضية الفلسطينية والمفاوضات والمصالحة بيد الأمن وليس بيد الخارجية. يعني هي كانت حقيقة وكلنا يعرفها، يعني الأستاذ عبد الباري تحدث عنها الآن وكل العالم تعرف أنه مصر تتعامل مع المصالحة من خلال وزارة الأمن أو المخابرات. يعني ألا تكون مثل هذه التصريحات أو تؤدي إلى إخراج دور مصر من الوسيط إلى الطرف وبالتالي تضر بصورة مصر؟ لا حسام طالب خارجية بيرد على الكلام قال الظهار لا يجب أن يقوله ده. يعني إحنا النهاردة مضيعين وقتنا ومصر مضيعة وقتها في عشان تعمل عملية مصالحة، وبعدين يتقال كلام لا يجب أن يقال. كان برضه لازم يترد عليه بالنعيب إن الظهار اللي قاله برضه. ومع هذا احنا اخوة في النهاية، ودي فخاخيع وسرعان ما تنتهي، اننا في النهاية هنعود للاخوة ما بين الفلسطينيين وما بين الشعب المصري، لان في النهاية احنا ما لناش غير بعض. بس كل ما نرجوه ان حماس وفتح يتفقوا. يا سيدي دكتور نبيل، وهذا ما نرجوه نحن ايضا. لغايه النهارده داخلين في 3 سنين وين امور محل الشر. نعم دكتور نبيل، دكتور نبيل رجل معذره،
يعني 3 سنين. النقطة واضحة دكتور نبيل، أشكرك. نبيل لوقا باباوي وكيل لجنة الإعلام في مجلس الشورى المصري، فعلا كلنا نتمنى أن ينتهي هذا الخلاف وتنتهي حالة الانقسام، وأن يعني تتوقف جميع الأطراف الخارجية عن أي تدخل إلا إذا كان تدخل فيه خير للفلسطينيين والقضية الفلسطينية. أستاذ عبد الباري، استكمال للحديث، إذا أردت أن تعلق على أي شيء يعني لك الحق في ذلك، لكن أنا أريد أن نعود إلى فكرة وثيقة مصالحة على غرار وثيقة الأسرى التي تحدثت أن منيب المصري يعني وآخرين من المستقلين سيجتهدون في إنجازها. يعني إذا كان منيب المصري مذكرة تفاهمات من أجل المصالحة حملها للرئيس وما طلعش فيه يعمل شيء، فأي وثيقة مصالحة ممكن تفرض على فتح وحماس إن لم تأخذ بالاعتبار المسائل الجوهرية التي تحدثت عنها؟ ثم يعني الرئيس عباس التي ستقدم له وهو رئيس حركة فتح ورئيس السلطة، يعني له تصريحات لعدد من مراسلي الصحف الإسرائيلية قال فيها أنه لن يوقع اتفاق مصالحة مع حماس ما لم تعترف، هذا جديد امبارح أو امبارح، ما لم تعترف بمبادرة السلام وخطة خارطة الطريق. إذن يعني كما يقال قطعت جهيزة قول كل خطيب، يعني فيش مجال لمصالحة. لا راح، ما فيش أصلا. يعني أنا شخصيا يعني لو رجعت إلى حلقات هذا البرنامج أو برامج أخرى، أنا كنت دائما يعني أشكك في إمكانية حدوث هذه المصالحة، وأستخدم كنت أستخدم تعبير اللي هو الزيت والماء لا يمكن يختلطوا، حط الزيت والماء يظل خذ فيهم لسنة، بظل الزيت زيت والمية مية. في أنت أمام مشروعين متناقضين كليا، في مشروع حماس اللي هو مشروع مقاوم رفض الاعتراف بإسرائيل يصر على رفض الاتفاقيات، مشروع اللي هو السلطة ولا أقول حركة فتح لأنه مش كل حركة مع اللي هي التفاوض مع الإسرائيليين والبقاء في المعسكر الأمريكي الغربي على وجه التحديد والمعسكر العربي المعتدل. مش ممكن يعني هذه المصالحة، يعني أنا تقديري كله مضيعة وقت. إحنا يعني يجب الأساس اللي يجب نتفق عليه إنه إما السلطة، يعني إذا بدها تصير مصالحة، يا إما السلطة بتقول والله أنا خلاص فشلت وكل هذه وسلام عليكم ونحل السلطة، هذيك اليوم صائب عرقات بقول لك إذا ما نجحت المفاوضات بنحل السلطة، صائب لما كنت أنا أقول لطالب نحل السلطة بقول لك عبد الباري عطاهم متطرف، والله العظيم. الآن هذيك اللي بقول لك إذا ما وصلناش المفاوضات غير المباشرة ما وصلت إلى حل، إحنا هنحل السلطة. وهذا نشر في صحيفة الشرق الأوسط على لسان الدكتور صائب عرقات. الآن بيحكوا عن حل، بهددوا. لما كنا احنا نحكي نقول لهم يا جماعة والله هذه طبخة بحص فكونا من هالقصة، يقول لك لا مضطرف. طيب الآن في الوقت اللي بيحكوا عن حل السلطة، إذا ما تحققتش المفاوضات المباشرة بيروح الدكتور سلام فياض وبده يلتقي مع يهود براك ويقول لك والله أمور حياتية. أي حياتية هاي؟ الآن كمان نفس الشيء بالرئيس عباس بيقول لك لا، إذا كان لازم يقبلوا بنبذ العنف أو الإرهاب ونبذ المقاومة والاعتراف بالاتفاقات أوسلو وخريطة الطريق. طب وبعدين؟ طيب يا أخي، طب كيف؟ طب أنتوا اعترفتوا، يعني أنتوا اعترفتوا بإسرائيل واعترفتوا بخريطة الطريق وهندستوا خريطة الطريق وأسقطتوا كل تحفظاتكم على خريطة الطريق ونسقتم أمنيا مع إسرائيل ومنعتم المقاومة من الضفة الغربية. طب وبعدين؟ طيب وبنيتوا البنى التحتية للدولة الفلسطينية اللي بدكم إياها وكافأتكم إسرائيل بمستوطنات في القدس وهدم بيوت ومستوطنات في الضفة الغربية وإبعاد قيادات من القدس. طب وبعدين؟ طب بتكون إيش قاعدين تعملوا يا أخي؟ طب ما خلص خلص خلص، يعني خرب الموسم خلص، يعني إيش قاعدين بتساووا يعني؟ طب اعملوا إشي. والآن يوم رجعوا على المفاوضات المباشرة من أول وجديد. طب وبعدين يا أخي؟ والله العظيم تعبنا، والله تعبنا. يعني إيش نجلد في حالنا إحنا؟ طيب. يعني هذه المشكله. فانت بتحكي لي مصالحه، كيف بدها تتم مصالحه بهذه الطريقه؟ يعني كيف وريني كيف ممكن؟ طب يا سيدي انا قرات الحديث مع الصحف الاسرائيليه، لا يا اخي في شيء بيعملوا. قال انه محمود عباس الرئيس محمود عباس بقول شعب يا سيدي الرئيس محمود عباس قال احنا في نفس اللقاء مع الصحفي الاسرائيلي قال تقدمنا بمشروع متكامل لنتنياهو للأمن والحدود والآن يبدو أن هناك مستشارين لنتنياهو في القاهرة للتشاور حول هذا المقترح. قال إنه لم يصلنا رد على الإطلاق. طب بتتفاوضوا؟ طب أنتوا قاعدين مع نتنياهو بتعطوا له مشاريع باسمنا؟ طب إيش هالمشاريع هاي يعني؟ طب إحنا مش شعب فلسطيني إحنا؟ طيب. بعدين النقطة الثانية، لا حكى شيء خطير جدا، قال يا أخي بنقبل إحنا قوات يونيفيل، بنقبل قوات يا أخي بنقبل يهود بس مش إسرائيليين يكونوا على الحدود بيننا وبين الأردن، يهود ولا
ليس اسرائيلي. روح ارجع للنص. طيب يا اخي انتوا وبعدين طيب ايش يعني يعني طب شويه كرامه يا شيخ شويه يعني. طب عمليا لما بقول لك احنا عددنا وقدمنا مقترحات لنتنياهو وما ردش علينا وما عبرناش، هذا الرئيس محمود عباس قال هذا الكلام؟ يا عمي والله في شيء بطبخوه، في شيء بطبخوه. هناك ازمه حقيقيه عندما يعني كان هناك بوادر لمصالحة أو بوادر لتفاهمات بين حركة حماس وفتح، واللي هي مؤخرا خلال أسبوع الماضيات أنت يعني في كلامك تبدي شيء من التشاؤم أنه بين فتح وحماس مش ممكن، لكن هي مثلا في التفاهمات تقبلوها. أجل عامل الخارجي في مصر قال لهم فيتو فتوقفت هذه الإجراءات. يعني مصر يعني يقال انه الموقف المصري وكثير من الناس تتحدث عن انه موقف مبدئي، موقف استراتيجي، موقف الرافض للاعتراف بحكومة حماس مثلا، الرافض بالاعتراف حتى بحركة حماس كحركة سياسية كقائدة للشعب الفلسطيني، كل هذا لأنه قناعات الخارجية المصرية إنه هذه هي المصلحة المسرحة الاستراتيجية لمصر أن لا تكون حركة حماس هي الحاكمة في قطاع غزة، وهم معذورون في ذلك. يعني هم بيخافوا من خلفيات الفكرية الثقافية السياسية لهذه الحركة. يعني ثم الإسرائيليين يا أستاذ عبد الباري قبل أسبوعين وزير المواصلات الإسرائيلي بتحدث عن التخلص من عبء غزة وإلقائه في حضن مصر. يعني المصريين أيضا عندهم أعذارهم للتعامل بهذا القدر مع أو بهذا الشكل مع حماس. يا سيدي الآن كمان في وزراء إسرائيليين سابقين بيحكوا أنه لازم إحنا نعمل الدولة الفلسطينية الواحدة لإسرائيل والضفة ما دام الامن تحقق كل شيء وفيش خلص تصير دوله واحده نعطيهم جنسيات وغزه خليها تطلع برا، هذا الزائد الدوديه اللي بسموها تطلع برا. بس انا بس قبل ما نحكي عن المصالحه الفلسطينيه، طب يا اخي بدنا مصالحه فتحويه. يعني خلي مصر تعمل مصالحه فتحويه بالاول، واحنا بنعرف يا اخي ما احنا اولاد القريه يا اخي، ما في الخلافات بين اعضاء اللجنه المركزيه لحركه فتح وبين فتح نفسها كوادر فتح اللي هو الكوادر انه لم يستطيعوا ان يعملوا انتخابات بلديه. صحيح هذا الموضوع يتشعب والوقت داهم يا اخي، خلينا هذا الموضوع مهم يا اخي. طب ما هو ما فيش حماس في الانتخابات البلديه، ما فيش حماس تنافسهم، طب ليش ما عملوا انتخابات بلديه؟ طيب سؤال برسم الاجابه وسنحاول طرحه في حلقه القادمه. استاذ الباري اشكرك شكرا جزيلا. إذا كل الشكر للسيد عبد الباري عطوار رئيس تحرير صحيفة القدس العربي اللندنية على مشاركته معنا، كما أشكر ضيوف الحلقة الذين كانوا معنا عبر الهاتف. أما أنتم مشاهدين الكرام فأشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم وأرجو منكم التفضل بالبقاء معنا في الجزء الأخير حيث سنتابع الحوار معكم عبر الهاتف الذي يظهر تباعا على الشاشة، ونستقبل مداخلاتكم وتعليقاتكم على موضوعات وأخبار الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في الجزء الأخير من الحلقة والمخصص لمداخلاتكم وتعليقاتكم البناءة والموضوعية حول أخبار وموضوعات الحلقة. ومن الأسئلة المطروحة خلال هذه الحلقة، هل موقف مصر تجاه حماس هو الذي يعطل المصالحة، أم أن تعنت حركة حماس ورفضها التوقيع على الورقة المصرية هو السبب؟ وما هي حقيقة الأزمة الحالية بين حماس ومصر؟ وكيف تنظر أخي المشاهد وأختي المشاهدة إلى التعامل المصري مع حماس من بوابة المخابرات وليس كحكومة أو حتى كحزب أساسي على الساحة الفلسطينية؟ وأسئلة كثيرة حول العلاقة بين مصر وحماس وعلاقة ذلك بتعثر المصالحة الفلسطينية. كما يمكن التعليق على موضوع إبعاد أعضاء المجلس التشريعي وقيادات حماس من القدس، وموضوع فتوى شيخ الأزهر حول حرمة عدم التوقيع على المصالحة، وكذلك لقاء وزير الحرب الإسرائيلي مع رئيس وزراء السلطة في رام الله، وغيرها من الموضوعات التي تطرقنا إليها خلال هذه الحلقة. ومعنا المشارك الأول أبو وليد من الأردن. أبو هاني من الأردن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخ زاهر، أنا حكيت معك قبل فترة حكيت معك قبل فترة قلت لك خليهم يسكروا
اسماعيل هنيه يسكر الحدود بينه وبين مصر. يسكر الحدود؟ ما هو اسماعيل هنيه يطالب بفتح الحدود. لا هو غلط، لانه بدي اعطيك فكره. انا عمري 75 سنه. تفضل يا ابو هاني. الجيش المصري استسلم في 1948 وانسحب من فلسطين. الجيش العربي الاردني اجى خالص نابلس والخليل وطول كرم وجني احتلت 67. الجيش المصري استعد كل فلسطين واسرائيل احتلت كل المناطق اللي بقى فيها الجيش المصري. مصر فلسطين بتدافع عن مصر، فكل واحد كذاب بقول لك انه مصر بتدافع عن فلسطين. في السبت ست في 48 انهزم الجيش المصري، في 56 انهزم الجيش المصري من جبهة غزة، العيزر ذبح الأطباء جبن الممرضين مع الأسرى المصريين. وفي 67 انهزم الجيش المصري وانذبح جيش التحرير الفلسطيني في غزة. يا سيد أبو هاني، يا سيد أبو هاني، يا سيد أبو هاني، وكذلك الكلام لكل المشاهدين الكرام، نحن لا نريد أن نفتح معركة ضد أهلنا وإخواننا وأحبابنا المجتمع المصري، ولا نريد أن تسلط الانتقادات على المجتمع المصري وعلى الشعب المصري. يا سيد أبو هاني اسمح لي، اسمح لي يا أبو هاني، اسمح لي، الله يرضى عليك. احنا إذا تحدثنا نتحدث بموضوعية وحسب الأصول عن النظام المصري، وإذا كان في خطأ نقول هناك خطأ، وإذا كان هناك في شيء صح نقول هذا صح. فنرجو من الجميع من المشاهدين الكرام أن يراعوا ذلك، ونحن لسنا في معرض والله الأردنيين إحنا قدمنا والمصريين خذلونا، لا ليس الأمر كذلك. لا لا لا، الأردن اللي قدمت ولا هذا قدم إلا الأردن، وأنت شفت بعينك المصريين عمرهم الشعب المصري غير اللي بحكي على الحكومة. طيب يا أبو هاني، أبو هاني أبو هاني، شكرا شكرا، فكرتك وصلت. على كل حال مع الدكتور كمال من مصر، تفضل دكتور كمال. نعم، السلام عليكم يا أخ ساهر. عليكم السلام، أنت على الهواء، تفضل. أهلا وسهلا، والله أنا سمعت الأستاذ عبد الباري عطوان وأنا يعني مؤيد لكل كلمة قالها. أما بالنسبة للقدس فأنا لا أعتبر ولا أظن أن في أحد حيمس القدس بأي سوء أبدا. هذا بيت الله والله قادر على أن يدافع عن بيته، كما قال جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبرهة، إن الإبل لي وإن للبيت ربا يحميه. وللبيت رب يحميه دكتور كمال، يعني ما حدش يعمل من اجل حمايته مهما عملوا يا اخي الكريم، لن يهدموا اي شيء فيه، الله حافظ بيته. طيب الله يطمنك يا دكتور كمال، اشكرك على مداخلتك. دكتور كمال شكرا جزيلا. معي فلاح من الاردن. يبدو انفصل الخط مع صلاح. معي مصطفى من المانيا، تفضل يا مصطفى. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى أرجو أن تخفض صوت التلفاز وتسمعني من الهاتف فقط لا غير. نعم نعم، السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. يا أخي لو شفت في الشاشة المباشرة سعد عريقات تلاقى في محاورة في نيويورك مع مادور، بيسأله سؤال هل تقبل بالدولة الفلسطينية؟ مادور يرجع للسؤال ما يقبل دولة فلسطينية. ثانيا، الاقتصاد في الدول العربية هو السبب الذي الإسرائيل بتدفع إلى الشعوب العربية بالرشوة والفسق. يا أخي أنا سؤال عايز نسأل سؤال بس، أنطوان عبد الرباعي هو لازم يكون رئيس، ما شاء الله في هذاك الإنسان بنتبعه كتير. والله أنا مستغرب من الشعوب العربية، أعطيهم الرقص وكرة القدم والشاشة العربية والإمارات وهذو كلهم والسعودية ومن الجزائر ومن المغرب، هذو كلهم قاعدين يرقصوا الرقص والاحتفال له. الإسرائيل خططت أول خطط من خارج على الدول العربية، وبعدين دخلت إلى أبو مازن وهي في الضفة الغربية بالاقتصاد، يعني بيأكلوهم بالاقتصاد وبيبيعوا فلسطين، والعرب بيبيعوا فلسطين كمان. هو السبب هذا الشيء كامل هو التخلف. يا سيد أبو، يا سيد مصطفى من ألمانيا، فكرتك واضحة، شكرا جزيلا لك. معي أبو محمد من الجزائر، تفضل أبو محمد. أبو محمد اخفض صوت التلفاز لو سمحت واسمعني من الهاتف، أنت على الهواء. طيب شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أبو محمد. السلام عليكم.
بالنسبة للقضية القضية الفلسطينية، فوالله أنا أستغرب صراحة من الإخوة في حماس أو الشعب الفلسطيني في غزة أنهم ينتظرون خيرا من النظام المصري الذي لم يقدم خيرا للمصريين أنفسهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النظام المصري ليس حرا في تصرفاته. النظام المصري أسياده الأمريكان والإسرائيليون، هم الذين يخططون. وما فتح معبر رفح بعد قصف قافلة الحرية إلا بأوامر إسرائيلية حتى يمتصه غضب الشعب الفلسطيني أولا والشعب العربي عموما، وخاصة الأتراك الذين ثاروا من وراء ما حصل. فالذي أقول ويحضرني هنا ما قاله المتنبي حين قال في كافور الإخشيدي الذي كان يحكم مصرا أنذاك: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. ما أرى إلا النظام المصري، ولو أن المتنبي في يومنا هذا كان موجودا لقال للمصريين الذين هم أسيادهم الأمريكان والإسرائيليين: لا تشتري العبد إلا والعصا معه. أبو محمد من الجزائر، أبو محمد أشكرك على مداخلتك معي. أبو المجد من فلسطين، تفضل يا أبو المجد. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام ولضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. حياك الله. شغله المصالحه الفلسطينيه طبعا احنا بنقدر نطلق عليها انها مراوحه فلسطينيه وليست مصالحه. لانها المراوحه بيروحوا في مكانهم كل يوم في مكانهم، لانه في اطراف ثانيه بدها تملي شروط، طبعا شروط فلسطينيه فلسطينيه ابتزاز سياسي. فهذا شيء لا يحصل طبعا ولا يقبله انسان. والنقطة الأخرى طبعا مصر خسرت كثير، خسرت المفاوضات بالنسبة لشليط ودخلت على الخط تركيا وتعاظم دور حماس أكثر، وخوف مصر الأكبر من ذلك عدم التعاطي من فتح المعابر وغيرها، أنه تعاظم قوة حماس في المستقبل من انطلاق صواريخ وأسلحة وكذا أنها تتحمل مسؤولية أمام إسرائيل وأمريكا. ليش تتحمل مصر المسؤولية أمام مصر إسرائيل وأمريكا؟ طب بيضرب الصواريخ هو اللي بتحمل. ما هو هم غدا يقولوا لمصر: أنت دعمت كما يقولوا لإيران أنت فتحت الحدود على سوريا وعلى كذا وتم تعاظم حزب الله. غدا يقولوا لها كذلك، وهذا يتخوفون منه المصريين نفسهم. نعم نعم. طيب أحد التخوفات. شكرا يا أبو المجد من فلسطين. محمد من أوكرانيا، يبدو انقطع الخط مع محمد، المعذرة أو من المصدر كما يبدو. سليم من فلسطين، تفضل. الهادي من ألمانيا، انقطع الخط مع سليم أيضا من المصدر. الهادي تفضل. مساء الخير أستاذ زاهر. مساء الخير، أهلا وسهلا. العلاقات بين مصر وحركة حماس سيدي يدرك كل مراقب العلاقة بينهما بأنها فاترة في غالب الأحوال، وقد تميزت مواقف حركة حماس في التعاطي مع مصر بالكثير من المرونة والديناميكية والحرص الكبير على سلاستها حتى في أسوأ الظروف التي عاشها الفلسطينيين في قطاع غزة بين العدوان الهامش الصهيوني الأخير. وأن حركة حماس كما هو حال باقي القوى الفلسطينية تقريبا تدرك بأن مصر ضرورة للحل الفلسطيني وضرورة لينجاح الحوار والوصول للمصالحة المنشودة، وتحتاج لمساندة والدعم العربي وخاصة تحديدا من الدول المؤثرة في المجال السياسي. ومن هنا فإن إحداث اختراق حقيقي في العملية التصالحية ينتظر تعديلات إبداعية لحل استعصارات الورقة المصرية الأخيرة. يا سيد هادي، يا هادي، نعم. يعني المقترحات الإبداعية حصلت، وحماس وفتح توافقت على تفاهمات وأفكار جميلة عرضها إسماعيل هنية على عمرو موسى وحملها عمرو موسى، وكأني به يعني مبسوط أنه راح يوصل إلى نتيجة لم يصل إليها الآخرين من قبله، ولكنه اصطدم بالفيتو المصري، وبعد ذلك تم إخراجها على أنها رفض من الرئيس عباس. على كل حال هذه أشكرك على ملاحظاتك وتدخلك. معي محمد من فلسطين، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. العافية أخي. الله عافيك يا أخي. عمر
الحق والباطل وانت غلط مع بعض، كلهم متآمرين على القضية الفلسطينية وعلى حماس وعلى حزب الله وعليه على الجميع. عمره ما بيصير مصالحة، مصالحة ايش يعني؟ كل الاحترام لك هو عبد الباري، لكن يعني عمره ما بيصير مصالحة. انت بتعرف فلسطين شو بيصير فينا يعني قاعد في الضفة الغربية؟ اشي لا يصدق. نعم. وايش بدنا نقول لك يعني اكثر من هيك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل وبس. يا سيد محمد اشكرك، وللتوضيح عبد الباري موقفه تقريبا زي موقفك. انا قلت لك موقف عبد الباري ممتاز. انا يعني موقفك موقفه متشائمين انتوا اثنين. عبد الباري ممتاز بس يعني بخده في المواضيع زياده عن اللزوم وهي واضحه ومبينه. طيب شكرا يا محمد على ملاحظتك وانتقادك البناء. ابو محمد من السعوديه، تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم يا اخي. عليكم السلام ورحمه الله. بالله بدي أكلمه بس انتظرني شوي لو سمحت. أولا بالنسبة للمصالحة الفلسطينية عمرهم ما يتصالحوا لسبب مهم جدا، لأنه محمود عباس اتجاهه شكل وهدول اتجاهه شكل ويعملوا مصالحة عليه بس يبوسوا بعضهم، شايف كيف؟ هذه واحدة. وبعدين ما دامت الحكومة المصرية هي اللي بتتدخل عمر الفلسطينيين، طيب تتصالح مع شعبها، تتصالح مع الإخوان المسلمين في الأول. بعدين الناحية الثانية بالنسبة للحلول اللي بتطرح حاليا، الدول العربية كلها ما يدي الحل والاقتراح الإسرائيلي والأمريكي، فكلهم ضد حماس عشان هيك واقفين، بدهم حل محمود عباس الدول العربية. وإحنا لازم نفهم، قاعدين بنضيع وقت بالكذب، شايف كيف؟ كل الكلام اللي بنحكيه كله خراطة في خراطة. يعني يا سيد سيد أبو محمد، يعني مش ممكن إنه حماس وفتح يعني اتفاهموا على قواسم مشتركة، يعني باعتبارهم كلهم فلسطينيين تحت صيت ونير الاحتلال وتحت المعاناة معا، وعرب وخلفية تاريخية وثقافية ودينية وعربية؟ أيوة يا أخوي اسمع. فضل. أيوة شوف. فضل. عمر فتح وحماس لو يتركوهم لحالهم كان اتفقوا، لكن ما دامت فلوس دايتون وامريكا بتعطيها لمحمود عباس، ومحمود عباس بعت المصاري لاتباعه واذنابه، عمره ما يتفقوا. يوم انها الدول العربيه تتكرم وتعطي الفلسطيني فلوس بدل فلوس امريكا المجرمه، شايف كيف؟ هل عمرك اتفقت اللي قال يا طالب النصر من اعداك متكمدا كطالب النصر من من استاذ ثعباني؟ طيب شكرا يا ابو محمد من السعوديه، فكرتك وصلت. ابو محمد من السعوديه اشكرك. معي بهاء الدين من سويسرا، تفضل بهاء الدين. ايوه السلام عليكم. عندي سؤال لحضرتك الاول. تفضل. السيد اللي اتكلم بناء بالنسبه لمجلس الشورى المصري كان ضابط بوليس ولواء، حضرتك بتقول له دكتور، ممكن توضح لنا عنده دكتوراه في ايه؟ ده السؤال ده لحضرتك. طيب يا سيد بهاء الدين. السؤال الثاني للسيد رئيس التحرير بتاع القدس عبد الباري عطوان. ايوه، في بنسمع تضارب كتير من الحكومه المصريه لما يقول لك مش ممكن نفتح معابر لان اتفاقات دوليه، وبعدين يقولوا ما المعبر مفتوح، وبعدين يرجعوا يقولوا احنا فتحنا المعبر، ازاي فتحوا معبر وهو مفتوح؟ وبعدين يقول لك احنا سيبناهم يخشوا لان الناس جعانين، وبعدين يقول لك لا ما ندخلهمش غير بس لما يكون للعلاج او للدراسه. يعني في تناقض في كل حاجه بيقولوها، بتسقط الاتفاقات الدوليه حسب مزاجهم وتدخلوها حسب مزاجهم، والمعبر مفتوح حسب مزاجهم، وبعدين يرجعوا يفتحوه وهو مفتوح. بالنسبه للمصالحه، ليه بيسموها مصالحه؟ دي مش مصالحه يا سيدي. ولا ايش؟ دي الزام، بنفرض شروط على فريق من الفرق ان هو لازم يوافق على الفرقه الثانيه. السيد محمود عباس مع الاحترام لكل افكاره بياخد مرتبه من فين؟ اي شخص فينا بيحترم من فين؟ انا ما اعرفش من فين، من 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 الخزينه في الدوله الفلسطينيه او في السلطه. الدوله الفلسطينيه ما عندهاش دخل يا سيدي، دي بتيجي معاملات من اوروبا ومن امريكا. فاذا هم مدفوع مرتبه من دول تانية، فانا احترم الشغل بتاعي حسب رئيسي ما بيقول لي ايه. لما السيد محمود عباس بيعرف يدخل من الدوله الفلسطينيه ومن الشعب الفلسطيني مرتبه زي ملكه انجلترا وزي ملكه بلجيكا وزي ملك اسبانيا، يبقى في الحاله دي نقدر نقول هو بيتكلم على
يحمي مصالح الشعب الفلسطيني. بهاء الدين، فكرتك واضحة، ولكن أنا لا جواب لدي عن تخصص الدكتور نبيل لوقا، لكن هذا الدكتور يعني نعرف أنه دكتور حسب الداتابيز الموجودة في المحطة، وهو وكيل لجنة الإعلام في مجلس الشورى المصري. أشكرك يا سيد بهاء الدين. معي أبو مصلح من الأردن، تفضل أبو مصلح. يبدو طولنا عليه فانقطع الخط. أسامة بريطانيا، تفضل. أسامة أرجو أن تخفض صوت التلفاز. السلام عليكم يا أخي. عليكم السلام، تفضل. يا أخي أنا عندي بس ملاحظة، أول شغلي على ملاحظة على أنا طبعا عندي ملاحظة أول شغلي يا أخي على المفتي هذا المصري، إذا ما قال الأخ عبد الباري عبد الباري المفروض أنه يفتي يعلن الجهاد، كان أصل يعني أفضل له ما أنه يفتي للمصالحة. الشغل الثاني يا أخي، الأخ خالد مشعل من يومين ثلاثة صرح تصريحه وقال لعمر موسى أنه يقول مين اللي موقف قبال المصالحة. طب السيد عمر موسى لو أنه بس يخجل شوي عن نفسه يطلع ويصرح يقول يا أخي. ونعم الشغل الثالث يا أخي، محمود عباس وهاي زمرته طبعا هاي ما بتمثل يا أخي الشعب الفلسطيني كله. أنا اللي عم بحكيك يعني شعب، أنا إنسان فلسطيني يا أخي، أنا من لاجئين لبنان، عارف كيف؟ يعني هاي كل هاي اللي هلا بنشوفها على الاعلان هذا ما بتمثل يا اخي الشعب الفلسطيني. او انا ما بتشرف انه واحد زي محمود عباس والله يا سيد اسامه تمثلنا يا اخي. يا سيد اسامه، محمود عباس رئيس منتخب من قبل الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين. منتخب يا اخي بس من رام الله، يمكن منتخب من رام الله ومن الدول العربيه بس، مش من الشعب الفلسطيني. نعم نعم. على جميع الأحوال يا أخي أنا هاي هي الملاحظة اللي عندي، ويعطيك ألف عافية. الله عافيك وبارك فيك. إذن يعني ملاحظة أسامة أن السيد عمرو موسى طالبه خالد مشعل بالكشف عن من يقف وراء تعطيل هذه التفاهمات بين حركة فتح وحماس، ولكنه لم يتحدث عمرو موسى عن من الذي يعني يقف وراء تعطيل المصالحة. ونفس الشيء حصل مع منيب المصري. منيب المصري لم يتحدث عن السبب الذي جعل مساعي لإنجاح التفاهمات بين فتح وحماس تفشل، ولكن اليوم السيد عبد الباري عطوان عندنا في الحلقة قال أنه ذكر له أن التعطيل بشكل أو بآخر كان مصري، وتم إخراجه عن طريق رفض الرئيس محمود عباس وليس رفض المصريين بشكل مباشر. معي الآن منصور من السعودية، أرجو المعذرة تأخرنا عليك يا منصور، تفضل. أنا يا سيدي. تفضل. أتفضل إيش؟ أنت على الهواء مباشرة يا منصور، إذا عندك أي ملاحظة تريد أن تقولها حول موضوعات الحلقة. أيوة. شو يا سيدي؟ معي المذيع؟ طبعا. بس أنا ما سامع صوت المذيع. سيد منصور يبدو أنت مش متابع معنا الحلقة. أعطيني تدخلك أو ملاحظتك حتى نأخذ متدخلين آخرين، ما في عندنا وقت. لا أنا ما أنا شايف اسمي، شايف السعودية، بس ما مو سامع صوت المذيع. تفضل تفضل، أنا المذيع معك، تفضل. إيه مرحبا. آسف. تفضل يا أخ منصور. يا سيدي قبل ما أتكلم مع أي شيء أو عن أي شيء أحب أحيي الإخوان اللي بيسمعونا من النواحي من الجهات الثانية، واللي بيسجلوا مكالمات واللي بيتابعوها واللي كذا واللي كذا. طيب. وبحيي الأستاذ عبد الباري عطوان، وبدي أقول يا سيدي زي ما قال نابليون. شو قال نابليون؟ قال ابحث عن المرأة. نبحث عن المرأة فيه. أيوة المرأة مين في الدول العربية؟ مين هي المرأة اللي نايم على ظهرها من الدول العربية؟ يا أستاذ منصور خلينا في موضوعنا، شو رأيك؟ لا الحقيقة يا سيد الكريم الوضع سيء جدا، يعني احنا عندنا انبطاحية غريبة. عند مين الانبطاحية بشكل محدد يا منصور؟ وليش بدي انا حييت الجماعة قبل ما حييك يا اخي. طيب وصلت فكرتك للبعض ربما. على كل حال اشكرك يا سيد منصور. معنا حمادي من فرنسا. أهلا مساء الخير. أهلا وسهلا، تفضل يا حمادي. تحياتي لك ولقناة الحوار المتتبعين لها. أهلا وسهلا.
في البداية نريد نعقب على سؤال طرحته بعد قليل عن محمود عباس رئيس منتخب للشعب الفلسطيني. نعم. لو كان منتخب لو كان رئيس منتخب للشعب الفلسطيني لو كان زار غزة بعد الحرب، ولو كان زار أطفال غزة ومواطن غزة وشعب غزة بعد الحرب الذي جعلته الذي أحرق غزة بالكامل ولم يزر غزة إلى يومنا هذا، وبعد ذلك في كل تدخلات محمود عباس مع كامل الاحترام يتكلم عن شاليط قبل أن يتكلم عن عدد كبير وحشد كبير من الفلسطينيين والفلسطينيات في السجون الإسرائيلية. يا سيد حمادي، على الأقل الرئيس لديه نية، ما زال لديه نية زيارة غزة، ونسمع بين الحين والآخر عن هذه النية، ونأمل أن يتم تطبيق هذه لتصبح إلى عمل. أشكرك حمادي على هذه المداخلة. معي أبو آدم من فرنسا أيضا، تفضل أبو آدم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو الاختصار، معنا وقت. نعم يا سيدي، أنا أستغرب أن حركة حماس ما زالت تعلق أمال على تدخل النظام المصري، لأن في ليس هذا بطرف نزيه في هذه المصالحة، لأنه لو كان نزيها لما هنأ الصهاينة في عيدهم 60 لقيام دولتهم، هل هنأ حركة حماس بفوزها في الانتخابات؟ لم يفعل ذلك، بل تسابقوا كما تسابقت دول أخرى عربية، وقناة السويس فتحت وأطيح بالعراق، والآن هم يحاولون الإطاحة بحركة حماس بأي لكسب رضا أسيادهم، لأنه حتى الصهاينة يصرحون نحن يصرحون الصديق المثالي والعزيز على قلوبهم هو هذا حسني مبارك. طيب يا أبو آدم أشكرك شكرا جزيلا. وأبو آدم هو المشارك الأخير لضيق الوقت وانتهاء مدة أو وقت الحلقة، أرجو المعذرة لبقية المشاهدين والمشاهدات الذين لم نتمكن من أخذ تدخلاتهم. وبذلك نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم، وفي ختامها أكرر الشكر للضيوف الذين رافقونا في الساعة الأولى من البرنامج، وكل الشكر لكم أنتم على مشاركتكم التي أثرت البرنامج. وأذكركم بأننا ننتظر ملاحظاتكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج panorama@alhawar.tv. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، وهذا الزاهر بيراوي يحييكم ويستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.